هاد الماعن شحال كيبريو ولي الدين. هادي عندها شي سر مع من تب. كيفاش طيبت العشاء؟ نعاونك. معناتك نقيد وكيشعلو. شكون كيعاونك؟ هو مول الدار. ويني راك عفيريتا ماجيكس مول الدار بنجيمات الزرقاء فعال اقتصادي، كيقضي على الليدان وكيخلي اللواني بنقا شاعلين واللي الدين رطبين. والله الا رطبين. ماجيكس لمولات الدار اللي كتعرف تختار. على إثر الشكايات المتتالية التي تلقتها المصالح الأمنية بدائرة حي مولاي رشيد بخصوص عمليات السطو على المنازل وسرقة أثمن ما فيها، أثمرت تدخلات الأمن إيقاف مشتبهين فيهما كان على وشك اقتحام أحد المنازل بإقامة ديار سلام بحي برنازيل. هذه العملية عطت الثمار ديالها بحيث تم إيقاف شخصين في حالة تلبس وهما يحاولان فتح باب شقة بإحدى الشقق السكنية بعمارات ديار السلام التابعة لهذه المنطقة الأمنية. عثر بحوزة الموقوفين على ما يزيد على 100 مفتاح خاصة بأقفال الشقق ووثائق إدارية وبطائق ائتمان، كما حجز لديهما على مبالغ مالية ومجموعة من الحلي والمجوهرات وأدوات إلكترونية قدرت ب30 حاسوبا نقالا ناهيك عن الهواتف. على إثر الإيقاف ديالهم والإحالة ديالهم على مصلحة الشرطة القضائية ضبطت بحوزتهما حوالي أكثر من 100 مفتاح خاصة بأقفال أبواب الشقق، وكذلك مجموع الوثائق الإدارية والشخصية وبطاقة الائتمان لأسماء مختلفة. البحث الأولي معهم أسفر على أنهم فعلا ثنائي يقوم بهذه العمليات اللي كتستهدف الشقق الفارغه من ساكنتها، بحيث يقومان بعمليه التربص خلال الظهيره والتاكد من كون الشقه اما مقفله النوافذ او لا احد يطل من الشقه، وبالتالي الولوج قيام بعمليه طرق الباب او رن الجرس الشقه قصد التاكد من خلوها من ساكنتها. السرقات تعددت وعمليات السطو والاقتحام كذلك، لكن عدم التبليغ عن السرقات وعن الأشياء المريبة التي تمر أمامنا من شأنها أن تؤرق عمل رجال الأمن في احتواء هذه الظاهرة. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتوا تشوفوا شاشه تشوف تي في ان سامبل كليك في هذا لو بوتون، وما فيها باس الا خليتوا شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.